مرتضى منصور نائب ميت غمر الحقيقي. مساء الخير، وازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. في حالة من السخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان اللجان الفرعية نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب سنة 2020 بدايرة ميت غمر. تراجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول. كتب أحد الساخرين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن أول رد فعل رسمي لمرتضى منصور بعد رسوبه في الانتخابات إن هو علق يافطة على باب بيته مكتوب عليها عضو ميت غمر الحقيقي، في إشارة إلى اللافتة الشهيرة والخاصة بأزمة نادي القرن مع القلعة الحمراء. محمد السواح نشر صورة لمعزول مرتضى منصور علق عليها مرتضى ان هو انا الان في طريقي لعمل لوحة مكتوب عليها نائب ميت غمر الحقيقي. ونشر محمد مجدي صور لرئيس الزمالك المعزول وعلق عليها لم نفسك يا بيه انا نائب ميت غمر الحقيقي. وداليا فؤاد نشرت صورة للفنانة فيفي عبده وعلقت السادس طيب ما هي الستة اكبر من الواحد، يبقى انا نائب ميت غمر الحقيقي. وده ما حدث للرئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور، صدمة، ويعني ان هو خرج من صدمتين، صدمة عزله من رئاسة النادي الزمالك وصدمة رسوبه في الانتخابات. الله يكون في عونه. لو عجبكم الفيديو اتمنى لايك واشتراك في القناة لو شفتوا قناتي اول مرة، ومشاركة للفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.